بالنسبة لعناصر الشبيبة أنهم يتسرعوا أنهم يكشفوا أنفسهم في الخلف. الدفاع البدني راح يكون كبير جدا وعناصر الشبيبة مطالبة بمجهودات إضافية. بوبريت من هناك على الجهة اليسرى محاولة المراوغة يراوغ ممتازة المراوغة من بوبريت رجل يمنى توزيع نحو القائم الثاني برقيقة بعيد عليه والدفاع يخرجها برقيقة يلحق عليها يتفوق برقيقة يدخل على الجهة اليمنى برقيقة الهدف الاول لصالح فريق شبيبه القبائل ياسين اماوش يفتح باب التسجيل الدقيقه الاولى من انطلاقه المباراه الشبيبه تدخل بقوه وياسين اماوش يفتح باب التسجيل لصالح شبيبه القبائل هل هناك اجمل من مثل هذه البدايه لفريق شبيبه القبائل وفرحه كبيره جدا في مدرجات ملعب 5 جويليا اكثر من 50,000 متفرج الملعب ينفجر في هذه اللحظات وبدايه رائعه بعد مجهود كبير جدا بذله دقيقه على اليمنى التوزيعه والخطا الفادح من الحارس وضع الكره بين ارجل ياسين اماوش الذي يفتح باب التسجيل لصالح فريق شبيبه القبائل الدقيقه الاولى الشبيبه هدف طونالي 1-0 يا لها من بدايه بالنسبه لفريق شبيبه القبائل اوه ما فيش وضعيه تسلل اي 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 ما فيش وضعيه تسلل هنا الحكم مرفع الرايه ثم بالقايد راح ويا بالقايد ارسل علي بن دحمان في العمق اوه ممتازه لدوب كادي وصل علي برقيقه مره اخرى على الجهه اليسرى ديلمي يلحق عليها ديلمي على الجهه اليسرى والتوزيعه هايله 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 الهدف الثاني برقيقه يسجل الهدف الثاني لصالح فريق شبيبه القبائل في الدقيقه 46 بكل روعه وبكل راحه ديلمي حطها له في راسه شبيبه القبائل سجل الهدف الثاني في وقت ميت يعني في وقت ما كناش ننتظر وقت ميت لشبيبه تضيف الهدف الثاني بكل روعه هدف من اروع ما شاهدنا ديلمي حطها وكانه بيده فوق راس برقيقه الحارس بقى يتفرج هنا دليل اخر على ان الحارس نقدر نقول ضعيف لانه ممكن جدا كان يخرج في اللقطه هذه لان الكره مرفوعه الحارس بقى يتفرج على خط المرمى امام زوج امتار برقيقه حط الكره براسه بالجهه اليمنى لمرمى الحارس كيماجو والهدف الثاني جنب الحارس هنا خطا فادح جدا برقيقه على خط الست امتار يضع الكره براسه ويسجل الهدف الثاني لصالح فريق شبيبه القبائل تنفيذ بالقائد سعود دريوش وكذلك زفور مرفوعه هايله اوه دريوش والهدف الثالث لصالح الشبيبه من زفور او دريوش والهدف الثالث لصالح شبيبه القبائل من امداد دريوش اوه هدف رائع الدقيقه 17 هدف ثالث امام حارس كنت نقول ما يخرجش الكره في الست امتار ودريوش بضربه راسيه يمنح الشبيبه التفوق بالمره الثالثه والملعب ينفجر في وقت تسجل في كل مرة يفطم الجمهور ودريوش فوق الرؤوس يفوق بالكرات في الدفاع ويفوق بها في الهجوم ويسجل الهدف الثالث لصالح شبيبة القبائل الكل يتفرج أمام اللاعب دريوش شباك الشبيبة لازم تبقى نظيفة وزفور يخرجها ويخرج زفور خروج زفور لازم له تغطية وبن دحمان يلعبها مع ماوش وانطلاقة فيها هجمة معاكسة سريعة جدا مغراوي على الجهة اليسرى وبرقيقة حذاري من التسلل ماوش ممتازة من هناك ناحية الناس بن دحمان حذاري من التسلل يا مغراوي يا مغراوي والهدف والهدف الرابع من برقيقة والهدف الرابع من برقيقة في وقت ما كنت تشوف في الحكم برقيقة 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 هو سجل الهدف الرابع في وقت ما كنت تتبع في الحكم المساعد باش ما يرفعش الراية لأنه في البداية كان برقيقة ومغراوي في وضعية التسلل برقيقة يتمكن من الخروج من الوضعية ويسجل الهدف الرابع لفريق شبيبة القبائل قبل 6 دقائق من نهاية المباراة هدف رابع أظن بأنه المباراة تاع العودة راح تكون بالنسبة لشبيبة فرصة باش يروحوا يجيبوا الكأس هاي الإعادة لا ما فيش وضعية تسلل تاع برقيقة في وقت من كان في وضعية تسلل من قبل ما يعود يخرج منها وكنت تتبع في الحكم المساعد وما شفت حتى الكرة لمن راحت لمغراوي أو لبرقيقة اللي ما يضيعش هنا أمام حارس يبرر مرة أخرى بأنه ماهوش في المستوى بالنسبة لفريق طوناري وندي التوزيعة كانت رائعة جدا من طرف اللاعب أماوش ناحية برقيقة فتح ربما داخل منطقة العملية خطيرة وهدف لصالح فريق طونير يوم عن طريق اللاعب رقم 8 ايوب
هذه المصيدات هو الحكم تسجيل الهدف الاول والعلم الوطني نهايه المقابله وتتويج اخر تاريخي منتظر لصالح شبيبه القبائل. تتويج منتظر ومستحق وروح رياضيه كبيره بين اللاعبين الجزائريين ولاعبي طونيريا وندي الكاميروني. هدف مقابل شبيبه لفريق طونيريا والاختبار بها الى الهدف. مبروك لشبيبه القبائل، مبروك للجزائر بهذا التتويج الهاتريك التاريخي الكبير. تتويج مستحق يؤكد ويبين قيمه قوه وصبر شبيبه القبائل على هذه المنافسه لثلاث مواسم متتاليه. نتمنى ان تستمر هذه مزيغن جوناجي اسك عزيزان مزيغن طعمر قيزي زوان سلع نربح مرماثان غاتان عيالك خلا يتمادان ساسين ننكر كازان كازان ادي عد ربي فلاس مبروك الساد وزيري قناري فرح نزهان انفس مراتين شي ناسكا اي مزيغن كل أسد والسكة يكسي زمان الراوب ندوال شنان شعل شنان تقدور ليش يا خزان